أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم شادي والناس. حلقة النهاردة عبارة عن فقرتين اتنين. الفقرة التانية اسمحوا لي أقول نبذة عنها بسرعة قبل ما نشتغل. الحلقة التانية معايا الشيخ المحترم محمد أحمد يوسف، وهو الشيخ الذي تنبأ كما علم فريق الإعداد من نزوله لبسيون وصل حجر، ودية قرية ومدينة تابعة لمحافظة الغربية. علموا أن الشيخ محمد أحمد يوسف قال في خطبه على منبر يوم الجمعة في 2017 و2018 أكثر من خطبة وأكثر من مرة بأن هناك وباء سيضرب العالم كله وسيضرب مصر من ضمن العالم في 2020 وسوف ينتهي بعد 2022. فهل كان يقصد الكورونا كوفيد-19؟ ده اللي هيشوفه النهاردة، بالذات كمان إن الشيخ قال إن بعد 2022 مصر هتكون من أغنى دول العالم على الإطلاق. طب من أين هذا الكلام؟ أنا بقول إنها تنبؤات، لا ما أقدرش، لأن مع الشيخ قال لا أنا ما بحبش هذه الكلمة، ده عبارة عن استنتاج وأدلة من داخل القرآن الكريم عن طريق علم اسمه علم السنين، وده اللي احنا هنتكلم فيه في الفقرة الثانية. أما بالنسبة للفقرة الأولى النهاردة، فإحنا أنا وفريق الإعداد فضلنا أن إحنا نلغي فقرة الأخبار لسبب، لأن الأخبار يعني ممكن تتلحق بعدين، لكن في عندنا قضية كبيرة جداً قررنا أن إحنا نكمل فيها، وهي مبادرة مصر بلا غرقة، مبادرة غواصين الخير، أكاديمية الشهيد أحمد منسي. كل الكلام ده لازم نتكلم فيه النهاردة. ليه؟ إيه اللي حصل جديد؟ أظن كلنا عارفين المصيبة، ما يتقالش حادثة، المصيبة اللي حصلت من 3 أيام في كينج ماريوت، غرق مركب كبيرة، وقع يعني 14 غريق حسب آخر بقى الإحصائيات، انتشروا آخر جثمان 14 غريق، أسرة واحدة، أطفال، نساء، يعني حاجة بجد فعلا تحزن وتحصر القلب، وحاجة بصراحة يعني ما علينا. يعني الأخبار إن شاء الله من غير مقاطعة نوفيكم بيها في الحلقات القادمة، وهنتكلم عن الأخبار السابقة كمان، المشاكل اللي حصلت، مين المسؤولين اللي استجابوا، مين المسؤولين اللي ما استجابوش، مين اللي كبروا دماغهم، مين اللي شافوا رسائلنا وما ردوش، مين اللي أصلا حتى لا ينظروا حتى للرسائل على الصفحات اللي هم عاملينها. ده نتكلم فيه المرة القادمة إن شاء الله. لكن اسمحوا لي أرحب بضيفي وضيفكم في الفقرة الأولى، الكابتن الغواص وائل شعبان. ازاي حضرتك يا كابتن؟ أخبار حضرتك دكتور إيه؟ شادي مرحب بيك وبأسرة قناة الصحة والجمال، وألف شكر لاهتمامكم واستضافتكم الجميلة دي بفريق غواصين الخير. برحب بقناة الصحة والجمال كمنبر إعلامي اتكلمنا فيه المرة اللي فاتت عن سترة النجاة وأهميتها. تمام. وبعزي أهالي محافظة الإسكندرية طبعا ونجع الهوارية تحديدا يعني في 14 شهيد، وطلع الحمد لله كان العدد 20 شخص، طلع 6 أحياء، وكانت يعني ملحمة بطولية لفريق غواصين الخير ورجال الإنقاذ النهري في انتشال ال 14 جثمان في يومين اتنين. الحمد لله يعني كان توفيق من ربنا. الحمد لله. فريق غواصين الخير تمام، مبادرة سامية. فريق غواصين الخير من عشاء البحر على امتداد ساحل الوطن العربي، حملوا الأمانة ألا وهي أغلى رسالة إنسانية تمام، ألا وهي الحفاظ على الروح البشرية. طيب اسمح لي معلش يا كابتن وائل، أنا النهاردة هتكلم مع حضرتك من منطلق أن حضرتك قدامي ثلاث حاجات جوا بعض، معلش ثلاث شخصيات جوا بعض. تمام. فأنا عايز رأيك يعني يكون من هذا المنطلق، رأي فني أن حضرتك راجل غواص محترف وعضو الاتحاد المصري والاتحاد الدولي، يعني راجل بسم الله ما شاء الله عليك يعني عندك الفنيات عالية جدا، دي أول حاجة. تمام. تاني حاجة، حضرتك المشرف على مبادرة مصر بلا غرقة في محافظة الغربية، وحضرتك مؤسس أكاديمية الشهيد أحمد منسي لتعليم العوم والغوص لمكافحة الغرق. تمام كده؟ من هذه الخلفية اللي السادة المشاهدين كان لازم يعرفوها عايزين نتكلم في حوار النهاردة. أنا أول سؤال تعبني وعايز أعرف سببه إيه، حاجة مجنناني، سؤال بسيط جدا، أسباب كثرة حوادث الغرق، حاجة مجننة يا كابتن، تفضل. تمام. كثرة حوادث الغرق، أول حاجة بالنسبة للشطوط تمام، شواطئ مصر، هنتكلم عن شاطئ النخيل تحديدا. تمام. لأن هو محتاج صيانة. تمام. الحواجز فيه فروقات ما بينها وبين بعضها، دي اللي بتعمل مد وجذب. تمام. أي حواجز يا فندم؟ معلش أنا آسف عشان بس شدر المشاهدين، الحواجز اللي هي حضرتك ناحيه الشط من بره، ولا الحواجز قصدك حضرتك اللي بتفصل الداخليه بتفصل المياه البسيطه عن العميقه؟ تمام. مزود عمليه المد والجذب، والكابتن ايهاب الملحي مصورها تمام ومنزلها قبل كده. تمام. تمام. زياده عدد المنقذين على الشواطئ، ودوريات بالجيت سكي اللي هو الموتوسيكل المائي. بالظبط. الرملي اللي هو على الشاطئ. تمام. زياده على كده ارتداء ستره النجاه.
معلش يا فندم، البيتش باجي انا اسف، ولا جيت سكي؟ اه جيت سكي، جيت ده نفسه بتتكلم اه اللي هو بيبقى جوه الميه نفسه. جوه الميه. تمام تمام معذره. دي دوريات طبعا بيشرف عليها المنقذين على الشط وكده، وتفعيل ستره النجاه ديت ان شاء الله هنقوم بفيديوهات شرح هتتداول في وسائل الاعلام. تمام. والقنوات الاعلام في وسائل الاعلام ووسائل التواصل الاجتماعي ان شاء الله، يعني هتبقى كحمله من فريق غواصين الخير ان شاء الله، يعني هنشرح كيف ترتدي الستره حتى لو انت ما بتعرفش تسبح، فهي ان شاء الله هتكون حاجه واقعيه. طيب معلش بقى حضرتك بقى تكه تكه كده مع حضرتك، اول تكه فيهم حضرتك بتقول لي الحواجز ومش الحواجز وبتاع، هي دي مكلفه يعني فيها مشكله؟ لا لا لا، هي الدوله ان شاء الله قائمه على صيانتها، بالذات شاطئ النخيل هو اللي بيحصل فيه حوادث الغرق كتير، ان شاء الله هيتم صيانتها السنه دي يعني. لا هيتم ولا حضرتك عندك خبر انه لسه هيتم؟ يعني لا لا تم البدء مثلا؟ الشط مغلق تمام، ومش هينفتح ان شاء الله غير بصيانه الحواجز. طيب بالنسبه لحضرتك لعدد المنقذين، في مشكله في الكفاءات الفنيه الموجوده؟ والله هي الكفاءات الفنيه كويسه بس زيادتهم احسن. تمام، يعني المشكله في العدد. اه العدد لو زاد احسن عندنا الاتحاد، يعني ما شاء الله الاتحاد المصري للغوص والانقاذ والكابتن سامح الشاذلي محدش مقصر، في عدد كبير من الغواصين تمام، لو يتم تعيينهم على الشطوط ديت هنقل من تمام حد الغرق. واظن الساده المسؤولين مش هيبقى عندهم مشكله، بالذات الساده المحافظين، لان كل محافظ رئيس جمهوريه الاقليم ممكن يعمل تعاقد داخلي، مش لازم نرجع للوزاره المعنيه. تمام. ممكن حضرتك يبقى تبع المحافظه بيشتغل طبعا الشواطئ الساحليه اللي لها سواحل، يعني ان هو يكون موجود، حتى بلاش يا فندم المحافظات اللي فيها نهر النيل ماشي يعني. ما هو ده برده حته مهمه جدا، لان المدن دي بيتم فيها حوادث غرق كتيره. تمام. جدا زي ما هنعرف النهارده من حضرتك باذن الله. طيب امال حضرتك بتقولي سطره النجاه، معلش انا اسف، تكلفتها كام يا فندم السطره تقريبا؟ يعني السطره من 150 جنيه 200 جنيه، حاجه مش عاليه جدا يعني. يعني حضرتك اللي هي سطره كويسه فعلا اللي بتنقذ بجد، ولا حاجه انا اسف في الكلمه اللي هي بيقولوا تحت بير السلم؟ لا لا، حاجه بتنقذ كويسه جدا يعني. يعني الموضوع مش صعب يعني؟ لا لا مش صعب. طيب انا طب حضرتك يا فندم المركب، معلش يعني اسمح لي اطلع من الحوار بتاعنا شويتين من الحوار العام وادخل في حته خاصه، يعني هو كينج ماريوت يعني ايه اللي حصل؟ ما كانش في سطورات نجاه؟ لا ايه اللي حصل يعني؟ هي مركب صيد عاديه. تمام. مركب دي اقصى حاجه انها تتسع لتسع افراد، كان راكبها للاسف يعني 20 فرد. تمام، وما فيش سترات نجاه ولا في اي حاجه لان هي مركب صيد. تمام، يعني احنا حاليا عندنا اسم البيئه والمسطحات في الغربيه قايم بحمله كبيره جدا، هو اساسا المفروض ضمن اجراءات التراخيص للمعديات والمراكب النزهه يكون في سترات نجاه واطواء نجاه. تمام، حاليا تنفيذا لمطلبنا هنا المره اللي فاتت في تفعيل سترة النجاة، فهم قاموا بحملات مكثفة في محافظة الغربية على مجري النيل رشيد ودمياط للتفتيش على المراكب دي، شوفوا عليها سترات نجاة أو مش عليها يعني. تمام يعني. طب احنا طبعا بنشكرهم جدا 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 على الاستجابة لحلقتنا، والواحد بينبسط لما يلاقي ان البرنامج له مردود. ودول يا جماعة بقى السادة المشاهدين، دي الناس اللي عايزة يا فندم تعمل شغل، دي القيادات اللي بتسمع الانتقاد او النقد البناء، علشان خاطر هم عايزين ايه؟ يعملوا شغلهم، فبيسمعوا يشوفوا الخلل فين. احنا بس بنشاور، احنا معاكم وفي ظهركم، مفيش مشكله ان احنا نشاور ونقول يا جماعه في مشكله، ايه المشكله يعني؟ طيب حضرتك هسال حضرتك سؤال تاني، يعني مش عارف والله ابدا بانهي سؤال فيهم، ولكن انا هبدا بالسؤال الاهم بالنسبه لي ان هو هيفرق جامد مع الناس. اميه السباحه، الناس اللي بتعرفش تعوم في اعمار مختلفه، وبالذات الناس اللي عدت السن، ما بقوش بقى شباب يعني، عدينا بقينا حاجة و30 وحاجة و40 وحاجة و50. تمام. حضرتك ممكن ازاي نفعل مبادرة مصر بلا غرقة، ونفعل أكاديمية زي أكاديمية حضرتك، ازاي نفعلها ان فعلا الناس نمحي أمية السباحة بتاعتها؟ احنا ان شاء الله بدأنا بفكرة انشاء أكاديمية الشهيد البطل أحمد منسي لتعليم السباحة والإنقاذ بمحافظة الغربية، وتحديدا هتبقى في قرية سرط. تمام. تمام. وهتبقى تحت إشراف فريق غواصين الخير. تمام، لأن فيهم ناس خبرة عالية جدا، مدربين دوليين ومصريين ومعلمي سباحة، كله تابع للاتحاد المصري للغوص والإنقاذ، وهي مبادرة كويسة جدا، هتبقى أكاديمية مجانية برسم دخل بسيط 10 جنيه دي كبدل صيانه وحاجات للايه لو حصل عندك تلف في الاجهزه في المواطير في الحاجات دي. تمام. لا معلش يا كابتن هقطعك، معلش انا اسف، هخلي حضرتك تكمل بس هاكد، حضرتك بتقول مجانيه؟ مجانيه، يعني حضرتك من غير زعل لو البرنامج ده عرف انها ما بقتش مجانيه، حضرتك بتقول رسم دخول بس 10 جنيه عشان الصيانات وكلام من ده، لكن حضرتك ما فيش اشتراك نادي ولا اكاديميه ولا فلوس للسباحين والغواصين؟ لا، احنا اول ناس هنفضح. مجانيه مجانيه. وتحت اشراف فريق غواصين الخير بقياده شيخ الغواصين الكابتن محمد عوض،
والعميد طيار إيهاب عاطف، كابتن إيهاب الملحي، كابتن محمد شبانة، وباقي إخواتي في الفريق. إحنا متطوعين لوجه الله. تمام. بسم الله ما شاء الله. تمام. وتحت رعاية المنظمة المصرية العربية لحقوق الإنسان والتنمية، هي إن شاء الله بإذن الله اللي هتكون الحامل الأساسي لموضوع الأكاديمية. وبطلب بس من المسؤولين داخل محافظة الغربية تسهيل الإجراءات لإنشاء تلك الأكاديمية. هتعلم صغير كبير، بنات أطفال، إن شاء الله هنعمل يعني تفعيل لمبادرة مصر بلا غرقة على أرض الواقع. تمام. والكابتن سامح الشاذلي هو متابع جدا ومهتم بالموضوع، هو وزير الشباب والرياضة لتفعيل تلك الحملة. تمام. حضرتك بالفعل انا شايف بسم الله ما شاء الله الفعاليات موجوده على شاشه اهيت، يمكن الساده المشاهدين يكونوا متابعينها معانا. بس حضرتك بقى اسمح لي، طب اقول لحضرتك يعني سؤال رخم شويه، معلش انا اسف، ممكن ما يكونش لي حق اساله، بس انا محتار بصراحه. اتفضل. بتصرفوا منين؟ والله هو دعم شخصي من جيوبنا احنا الشخصيه. ما هو تمام يا فندم، ما هو ده وصلني على فكره، وعشان اكون امين مع حضرتك انا نزلت فريق الاعداد تقصى عن هذه النقطه تحديدا، لان انا بصراحه استغربت، ما هو من جيوبكم يا جماعه لغايه امتى؟ يعني معلش انا اسف في الكلمه، ما حدش فينا مليونير ولا ملياردير هالتاني يصرف كده يعني عمال على بطال، يعني كلنا مستورين والدنيا حلوه، بس لغايه امتى؟ لغايه امتى؟ معلش استحملني، لغايه امتى؟ والله احنا حاليا كفريق غواصين الخير على مستوى جمهوريه مصر العربيه انتشلنا العديد من الجسامين. طب انا هقطع سعادتك، انا اسف بس عشان تجيب صعوبه، معانا الكابتن ايهاب الملحي على التليفون. ماشي اتفضل. السلام عليكم كابتن ايهاب. عشان كده حضرتك الله يكرمك، ازي حضرتك؟ ازيك يا فندم، اخبار حضرتك ايه؟ كله تمام والله الحمد لله. طبعا كان عندنا امل ان حضرتك تكون موجود معانا النهارده، بس الساده المشاهدين يمكن ما يعرفوش ان حضرتك بقالك 3 ايام 72 ساعه متصل في انقاذ ما يمكن انقاذه في حادث مركب كينج ماريوت. فطبعا بنشكر حضرتك اولا على المجهود، وبنقول لك الحمد لله على السلامه، وكان نفسنا تكون موجود معانا النهارده. الله يسلمك، باذن الله نعوضها في يوم تاني باذن الله. ان شاء الله باذن الله يا كابتن. بعد اذن حضرتك يا كابتن، مش هتعب حضرتك كتير، ولكن هسال حضرتك سؤال يعني برضو انا نفسي له اجابه، ازاي نقلل من حوادث الغرق في مصر؟ ازاي نقللها؟ احنا تعبنا من الاخبار الوحشه بتاعت كل يوم دي. والله احنا كنا عاملين مبادره زي ما قال كابتن سامح الشاذلي رئيس الاتحاد المصري، ان احنا عايزين مصر بلا غرقه. فكنا اتكلمنا في الموضوع ده، انت عارف فتره السنه اللي فاتت كان في حالات غرق كتير، لان كان الشواطئ مقفوله بسبب ازمه الكورونا، فكل الشواطئ كانت مغلقه وما كانش في انقاذ في الشواطئ. فاحنا النهارده عشان نحد من حالات الغرق محتاجين شويه حاجات نعملها. بالنسبه للشواطئ الخاصه ما عندناش اي مشكله، لان الشواطئ الخاصه في مناطق امنه، في منقذين، في اسعافات اوليه، في كل حاجه موجوده، ما فيش اي مشاكل، في كل وسائل الامان. مشكلتنا في الشواطئ العامه، عشان نحد من حالات الغرق يبقى محتاجين نجهز بكل مكان منقذين. المنقذين دول يكونوا دارسين اسعافات اوليه ودارسين انقاذ، يبقى معاهم شهادات الاتحاد المصري يكون مختبرهم أو واخدين شهادات الإنقاذ وإسعافات أولية، وبنعمل مناطق آمنة في الشواطئ. والناس طبعًا تتبع التعليمات بتاعت المنقذين. ده هو ده كده، لو عملنا ده مش هيبقى فيه غرق خالص. تمام يا فندم، بس السؤال يا فندم بقى المعليك، معلش يعني، هو حضرتك يعني أنا عشان نتكلم بأمانة وأنا لا ألقي باللوم على أحد، لكن حضرتك برضو يعني بتعتمد على وعي الناس. مع احترامي يا فندم، احنا لسه في عز الكورونا والناس بقت شغاله من غير كمامات، وبقى في تلاحم وبقى في تزاحم، والقهاوي شغاله وكله تمام. هل حضرتك يا فندم تظن لو هذه المبادره قامت وقلنا للناس خلي بالكم عشان حياتكم وخلي بالكم كذا، هل حضرتك تظن ان هيكون في استجابه من الناس نفسها، من الجمهور نفسه؟ انا ما اعتمدتش على وعي الناس، انا بقول لحضرتك احنا نجهز منقذين. ما انا حضرتك اخدت نص كلامي الثاني. لا يا فندم العفو، لا العفو، اتفضل. وفي نفس الوقت بقول للناس كمان اسمعوا الكلام، يعني أنا مش قصدي والله يا فندم، هل حضرتك يا فندم معلش، هل يوجد اسلوب ان احنا نأمن بيه جميع الشواطئ، بحيث حتى لو احد الاشخاص او بعض الناس يعني ما استجابوش للتعليمات وحاولوا يخرجوا في منطقه غير امنه، يلاقوا ان الشواطئ كلها والمناطق كلها امنه، ولا ده حلم او ضرب من الخيال او حاجه مكلفه مثلا؟ والله مش مكلفه ولا حاجه، لما نعمل مناطق امنه زي ما قلنا في شاطئ النخيل، احنا عملنا مناطق امنه، واللي انا النهارده عندي في كل شاطئ المفروض في نقطه شرطه. تمام. لما انا كمنقذ واقف وبقول للناس ادي المناطق الامنه وادي المنقذ اسمعوا كلامه، ففي واحد طلع بره المنطقه الامنه اطلعه بره على طول، طب ما سمعش الكلام اعمل له محضر على طول. تمام يا فندم، تمام، شاكر أنا جدا، انا عايز الناس تسمع الكلام، اضغط عليهم بس. تمام يا فندم، شاكر ليك جدا يا كابتن، وان شاء الله منتظرين حضرتك تنورنا هنا في الاستوديو على الهواء باذن الله. جيت والله عشان كان نفسي اتكلم في مبادره الغوص. خلاص يا فندم، ان شاء الله لينا لقاء وتشرفنا ونتكلم فيها تماما ان شاء الله بامر الله باذن الله. ان شاء الله ما شاء الله.
كابتن وائل سريعا كده، الوقت بيدهمنا وبصراحه الموضوع ده صعب جدا وانا شخصيا يعني متضايق منه جدا. حضرتك بس هنكمل الحوار الاول بتاع الاكاديميه بتاع حضرتك. كنت بتقول لي ان الدخل هيبقى رمزي، الدخول المره واحده هيبقى ب 10 جنيه غير كده مفيش اي تفاصيل ثانيه، مظبوط حضرتك؟ تمام. طب ايه اللي واقف قدام الاكاديميه عشان تتم؟ ايه اللي ناقص؟ والله احنا عايزين يعني نظره من السيد الدكتور المحافظ طارق رحمي، تمام، بزياره القريه، ورئيس مجلس مدينه قطور استاذ هاني نمشه، تمام. والاستاذ حسام مهندس حسام مدير هندسه ري قطور، وعادل بيه عبد القادر وكيل وزاره الري. لو حطينا ايدينا في ايدين بعض ان شاء الله احنا بنعمل فكره كويسه جدا. الفقير الغني كله هيقدر ان هو يتعلم. تمام يا فندم. تمام. زياده على كده بقى، انت كنت حضرتك سالتني سؤال ان انتوا بتشتغلوا ازاي من غير فلوس. بالظبط. تمام. كفريق غواصين خير، تمام، احنا جميع حالات الغرق اللي انتشلناها في جمهوريه مصر العربيه لم نتلقى جنيه واحد دعم. تمام مظبوط فعلا، دي حقيقه احنا اتاكدنا. اي غواصين في مصر بيشتغلوا بالحوالات او بالحاجات دي، انا بقول من هذا المنبر من قناه الصحه والجمال، فريق غواصين الخير في الخدمه على مستوى جمهوريه مصر العربيه بدون اي جنيه لانتشال جسامين الغرق. تمام يا فندم، هقول لك بس ربنا يجازيكم يا فندم كل خير، ويا رب ما بقاش في غرقه، لان بصراحه كده الامور بقت صعبه قوي يعني. يا رب. يا طيب حضرتك معلش برضو الناس مش عارفه، انا عشان برضو الوقت بيدهمنا، يا دوبك سؤالين كده في عجاله. الناس مش عارفه مدى خطوره المهنه بتاعتكم، انا عايز حضرتك تقول لي ايه المشاكل اللي بتقابلك، يعني طيارات ميه، درجه حراره بارده كده يعني. طبعا بروده الجو دي عامل اساسي. تمام. احنا مثلا كغواصين احنا نزلنا في اسكندريه، زملائي تمام نزلوا كانوا لابسين بدلتين فوق بعض، تمام، عشان برودة المية. تمام. عرفت ازاي حضرتك؟ اما بالنسبة للطيارات وكده، فانا مثلا كراجل غواص لازم طبعا مدرب على التعامل مع الطيارات كل حاجة طبعا. تمام. يعني اذا حضرتك بتتكلم في الطيارات طبعا. حضرتك العتمة برضو اظن بتبقى اكتر في نهر النيل من البحر. طبعا نهر النيل بيعتمد على شغل الحبال. تمام. تمام. لان احنا بنمشي تحت على حبل قضيب بننقل، تمام، كمثلا 2 أو 4. تمام. عرفت ازاي حضرتك؟ زياده على كده بنبقى مأمنين بعض. تمام. يعني تمام. لو 2 في الميه 4 على سطح الميه. تمام. 2 في زوديا اللي هو اللانش، تمام، و2 خارج الميه. عرفت انا والله اتمنى ان حضراتكم تكتبوا الكلام ده بجد على صفحتكم، لو كان في صفحه على الفيس، ما اعرفش موجوده عند حضرتك في صفحه على الفيسبوك. عندي. عندي المعلومات دي يا فندم، يا ريت الناس بجد والله تعرفها وتشوفهم انتوا بتتعبوا قد ايه وبتشقوا قد ايه، يمكن ده حتى يكون دافع للناس ان هي تحاول تساعدكم. هما في الاول وفي الاخر بيساعدوا نفسهم بس يساعدوكم. تمام. طيب حضرتك بقى سؤال فني بيتعبني انا شخصيا، يعني ان انا جيت قبل كده اغرق وانقذوني، شوف انا صالح ازاي. تمام. هو انتوا انا شخصيا المنقذ كان بينقذني يعني تقريبا كنت ناقص اضربه. بالظبط. سؤال، بتنقذوا فعلا؟ ايه الطريقه الفنيه اللي ممكن ننقذ بيها حد بيغرق؟ دي حاجه اسمها التشبث بالحياه. طبعا اي انسان بيغرق مش اي حد هينزل يجيبه، لان ممكن اللي ينزل يجيبه يموت هو كمان معاه. بالظبط. تمام. هو ليه طريقه معينه من الظهر من الخلف. تمام. تمام. تقدر تسحبه منها وتطلعه، وافضل حاجه للي ينزل يكون مرتدي ستره نجاه، لان ستره النجاه لو انت لابسها هتنام بيها على شط المايه خالص كانك نايم على مرتبه، حتى لو معاك شخص انت بتنقذه هتحضنه كده وهتنام بيه سهله خالص. وان شاء الله احنا هنقوم بفيديوهات توعيه وارشادات من فريق غواصين الخير ومنظمه حقوق الانسان، وهتداول ان شاء الله على وسائل التواصل الاجتماعي والقنوات المصريه. بالعكس، ده انا هطلب يعني. انا من حضرتك بعد اذنك قبل ما تنزلها على اي تواصل اجتماعي استاذنك ابعت لي منهم فيديو مختصر نعرضه هنا على القناه ونعرض شغلكم ونشوف الدنيا ماشيه ازاي. مظبوط يا فندم؟ ان شاء الله. طيب لو حضرتك عايز تقول كلمه للرجاله بتوعك، الاول انا عرفت ان هم 27 غواص ولا انا غلطان؟ لا، ده غواصين الخير على مستوى الوطن العربي 7000 غواص. امال حضرتك لما قلت لي في 27 غواص قاموا بمهمه معينه، دول اللي هم بتوع الغربيه؟ كانوا في الشرقيه. تمام. كنا في الشرقيه اجمالي 27. تمام. ده محافظة الشرقية. ده داعمنا الشرقية، انما اجمالي غواصين الخير في مصر عددهم كبير يعني 2000 غواص. 7000 غواص على مستوى الوطن العربي. بسم الله ما شاء الله. تمام. والمبادرة دي حضرتك طالعة عندنا من هنا من مصر؟ طالعة من اسكندرية. تمام. مرت بمحافظات مصر، والمحافظات اللي لسه ما مرتش بيها بننقلها لها ان شاء الله، بنعمل فرق هناك وبيتدربوا وان شاء الله يعني حاجة مشرفة جدا. طيب سؤال حضرتك، معلش سؤال بره السياق شويتين، يعني حضرتك ما فكرتش الاكاديميه بتاعتك او اي اكاديميه من اللي هي هتبقى زي اكاديميه حضرتك يبقى لكم فريق سباحه يخش بطولات جمهوريه وكلام من ده وكده، ولا؟ والله احنا هدفنا سامي للعمل الانساني، يعني احنا مثلا ما الرياضه عمل سامي. انا هقول لحضرتك على حاجه، احنا ما يهمناش مثلا دخول بطولات او اي حاجه من دي، انا يهمني ان احنا نطلع سباحين ومنقذين
يعرف مثلا لو لا قدر الله في عربيه انا فيها والعربيه دي نطت في الميه، تمام، دي كارثه. لو اللي فيها ما بيعرفش يعوم فبالتالي انا خلاص كده، عرفت تمام. ازاي؟ وفاه. فاحنا بنقلل نسبه الوفاه على قد ما نقدر، يعني تمام. المفروض حمله مصر بلا غرقه ديت فعلا تتنفذ على ارض الواقع بجد، تمام. ودعم برضه من فريق غواصين الخير، تمام، لمؤسسات الدوله المصريه اللي الرئيس عبد الفتاح السيسي بيشيد بدور الشباب، بقول له يا ريس احنا كشباب احنا ورا مؤسسات الدوله وداعمين لمؤسسات الدوله المصريه. تمام. وبشكر فرق الانقاذ النهري في الغربيه والمنوفيه والبحيره واسكندريه للملحمه البطوليه اللي قاموا بيها، وفريق غواصين الخير في يومين اتنين لانتشال ال 14 جثمان. طيب حضرتك معلش بقى في الحادثه دي بالذات، ما بتكلمش بقى ان جنرال، لا هنا في الحادثه دي بالذات، ممكن حضرتك تقول لي ايه اللي حصل؟ احنا لسه معانا وقت، فاستاذنك كده تقول لي ايه اللي حصل بسرعه. اللي حصل هم كان العيله دي كانوا في فرح، تمام، ومعديين يفطروا ويتعشوا على الجزيره، تمام. حصل الغرق وكان عدد الاطفال كبير جدا، يعني ماساه مش عايز اقول لحضرتك، يعني ماساه. انا ليا صديق شخصي الكابتن معروف واحد فريق غواصين الخير وفي مديريه امن البحيره فريق الانقاذ النهري، كان حاضن جثمان الطفل الست شهور وقاعد يبكي بيه، بصراحه ما كانش راضي يديه لهم، يعني عرفت. فمواقف بتبقى صعبه جدا، ويعني عايزين مصر فعلا بلا غرق. هو برضه انا هكون صريح مع حضرتك، انا اتكلمت معاك في الكواليس قبل ما نخش، قلت ان الطفل ست شهور، ان الطفل ست شهور، يعني انا حاجه يعني ده، طب ده ذنبه ايه يا جماعه؟ ده ذنبه ايه؟ يعني هذا الطفل ذنبه ايه ان هو يعني حاجه يعني حاجه تحزن وحاجه كده، بيقول لك الغواص ماسكه، ويعني مش عارف اقول ايه بصراحه. طيب حضرتك لما بتيجي بقى ايه تنزل، لان دي بصراحه انا بسميها بجد يعني ملحمه، بجد ملحمه ومشاهد ملحميه. حضراتكم وانتم نازلين، انا عارف انتوا بتقولوا الشهادة، انا عارف، بس عايز بقى الناس تسمع كانك ما حكيتليش قبل كده، بعد اذنك. تمام. فريق غواصين الخير ليه ثلاث اهداف، تمام، ينقطع عمل ابن ادم من الدنيا الا من ثلاث: صدقه جاريه، وهو عملنا ومعداتنا احتسبناها ان هي صدقه جاريه ان شاء الله عند ربنا، تمام. انا اسف جدا يا دكتور شادي، حضرتك بتبكي لانه لا لا دمتين بس كده غصب عني، ست عارف طفل صغير الا الاطفال الصغيرين، اتفضل منك. ماشيين بمبدا ينقطع عمل ابن ادم من الدنيا الا من ثلاث: صدقه جاريه، او علم ينتفع به، او ولد صالح يدعو له، تمام. عندنا الصدقه الجاريه وهي معداتنا ان شاء الله، والعمل الذي ينتفع به في الدنيا احنا بنعلمه للناس ان شاء الله، وربنا يا رب يجعله من عملنا في الدنيا، والولد الصالح ان شاء الله ربنا هيجعله من ذريه فريق غواصين الخير ويدعو لنا ان شاء الله بعد وفاتنا، دي اهدافنا. والفيديو بعد اذنك يا كابتن معانا اهوت على الهواء عشان يبقى الناس شايفينه برضه، اتفضل يا فندم، اتفضل. تمام. فيعني احنا يعني عايز اقول بس عايزين الجهات المعنيه تساعدنا بس، مش اكتر من كده. تمام. لا انا عايز معلش حضرتك انقلني للكواليس، انا بقول لحضرتك انا شفت يعني، يعني انت لما انت بتحكي لي وريتني شويه فيديوهات طريقه اللي انتوا بتقولوا الشهاده احنا مش راجعين تاني، اللي عايزك تحكي لي الكواليس دي زي ما احنا بنشوفها طبعًا. مثلا في مسلسل الاختيار، حضرتك فاهم قصدي عايز اقول ايه مثلا؟ يعني انا هقول لحضرتك على حاجه، احنا طبعا بننزل في شهاده وفي كل حاجه، وفي نفس الوقت برضو بنعمل اقصى مجهود في تامين نفسنا، تمام تمام، وفي عمليات البحث بتبقى نازل، لان طبعا مهنه الغوص خطره، مش تالت اخطر رياضه في العالم، تمام تمام، تسلق الجبال والمظلات والغوص، تمام حقيقه رياضه خطره، فالحمد لله يعني انت بتبقى نازل بتعمل عمل انساني من الدرجه الاولى يعني. وعايز اقول لحضرتك حاجه بالنسبه لاكاديميه الشهيد البطل احمد منسي، ان شاء الله حمزه احمد منسي اهداه كابتن سامح نبيل الشاذ لدرع الاتحاد المصري للغوص والانقاذ، وان شاء الله هو اللي هيقص الشريط بتاع الاكاديميه. ده خبر حلو قوي. اللي على اسم البطل ان شاء الله بجد يا كابتن. انا مش عارف اقول لك ايه، واحنا قبل الهوا يا جماعه عشان اكون صريح، الراجل ده متواضع جدا، قلت له انا هعرفك هقول البطل وائل ومش وائل والحكايه والروايه، لا لا. قعد يقول لي لا 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 خالص، بس معلش انا على الهوا وبجد مش باتفاق، والله ما متفق معاه، البطل وائل شعبان الغواص المحترم برجالته اللي في ظهره، هو النهارده كان ممثل ليهم، فانا مش بعتبره لوحده، بعتبرهم كلهم كانوا ضيوف النهارده على الهوا.
شرفتني ونورتني، وبجد فعلا هذا البرنامج شرف انك كنت موجود فيه النهارده. الله يخليك يا دكتور شادي، وان شاء الله معاك بعد كده، ولو في اي حاجه محتاجها من البرنامج بعد كده احنا معاك. سعيد بحضرتك، بس عايز مسؤولين الغربيه يتحركوا معانا شويه، وان شاء الله بعد الهوا نتكلم سوا في الموضوع ده ونشوف احنا ممكن نساعد بايه. وعلى فكره الدكتور طارق رحمي بصراحه معروف عنه تحركاته السريعه فيما يخص مصلحه المواطنين، وان شاء الله هنشوف ده منه باذن الله. الله يخليك يا دكتور شادي. اعزائي المشاهدين، ننهي معاكم الفقره الاولى بتاعتنا، ارجوكم انتظرونا في الفقرة الثانية والشيخ محمد أحمد يوسف. والأجيال بيقدم لك أقوى عرض، عرض التريو، 3 سندوتشات فراخ دبل من اختيارك مع 3 بطاطس ولا تري بيبسي ب 140 جنيه شامل الضريبة. اطلب من ولعتين على 16799 واستمتع بعرض التريو. عندنا تخصصات كتير في كلية لانكستر. أول تخصص هنتكلم عليه في الفيديو ده هو المساحة. هتدرس المواد اللي بتساعدك بعد كده إنك تشتغل في تخصصات المساحة المختلفة، زي الإنشاءات والمباني، الطرق والكباري والأنفاق، ومشاريع الصرف الصحي والري في خلال السنتين. وجنب الدراسة النظري في قاعات المحاضرات هتتدرب على أجهزة المساحة المختلفة داخل الكلية مجاناً كجزء من الدراسة، وكمان بنوفر لك تدريب عمل خارجي في شركات ومكاتب تتدرب فيها على أجهزة المساحة المختلفة زي توتال ستيشن، ميزان اللامع، والجي بي اس. وهتاخد شهادة بكل تدريب عملي حضرته، ودي مختلفة عن شهادة الكلية. وكمان التدريبات دي بتكون مدعمة من الكلية. أما الشهادات اللي هتحصل عليها هي شهادة دبلوم مهني من كلية لانكستر البريطانية، شهادة دبلوم مهني من المعهد العربي للدراسات، شهادة من كلية العلوم. والعجل بيقدم لك اقوى عرض، عرض التريو، 3 سندوتشات فراخ دبل من اختيارك مع 3 بطاطس ولا تري بيبسي ب 140 جنيه شامل الضريبه. اطلب من ولعتين على 16799 واستمتع بعرض التريو. عندنا تخصصات كتير في كلية لانكستر. أول تخصص هنتكلم عليه في الفيديو ده هو المساحة. هتدرس المواد اللي بتساعدك بعد كده إنك تشتغل في تخصصات المساحة المختلفة، زي الإنشاءات والمباني، الطرق والكباري والأنفاق، ومشاريع الصرف الصحي والري في خلال السنتين. وجنب الدراسة النظري في قاعات المحاضرات هتتدرب على أجهزة المساحة المختلفة داخل الكلية مجاناً كجزء من الدراسة. وكمان بنوفر لك تدريب عمل خارجي في شركات ومكاتب تتدرب فيها على أجهزة المساحة المختلفة زي توتال ستيشن، ميزان اللامع، والجي بي اس. وهتاخد شهادة بكل تدريب عملي حضرته، ودي مختلفة عن شهادة الكلية. وكمان التدريبات دي بتكون مدعمة من الكلية. أما الشهادات اللي هتحصل عليها هي شهادة دبلوم مهني من كلية لانكستر البريطانية، شهادة دبلوم مهني من المعهد العربي للدراسات، شهادة من كلية العلوم.